أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. مع اقتراب رمضان وفصل الصيف عادت الاحتجاجات إلى المدن، خصوصا تعز للمطالبة بتوفير الكهرباء وإعادة تشغيل المحطات الحكومية. والحقيقة أن الكهرباء ملف ملغوم، إذ كان أحد أبرز نقاط الخلاف في هرم الدولة ونشطاء مهتمين خلال أشهر مضت عقب الانتقادات التي طالت حكومة رئيس الوزراء السابق معين عبد الملك. الحديث هنا عما ورد في مذكرات اللجنة البرلمانية ورئيس البرلمان وتقارير أخرى كشفت عن اختلالات بمليارات الريالات شهريا في المناطق المحررة، عوضا عن الفساد الذي يضرب مناطق سيطرة الميليشيا. فأكثر من 100 مليون دولار شهريا أين تذهب؟ وكيف يؤثر الفساد في قطاع الكهرباء على الدولة والمواطنين؟ ما دور الجهات الرقابية في إيقاف هذا العبث؟ وكيف يمكن خلق توازن وشفافية بين القطاعين، خصوصا فيما يتعلق في عمليات شراء الوقود والمواد اللازمة لتوليد الكهرباء؟ دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. أزمات بعضها فوق بعض، غير أن الحرب ليست المذنب الوحيد بحق اليمنيين. تغطي المسيرات شوارع المدن احتجاجا على تردي الخدمات وعلى رأسها الكهرباء. ففي الوقت الذي تعاني البلاد من تداعيات شتى، تبرز أزمة الكهرباء كوجه قاس لفساد مسؤولين في الدولة لتفاقم الأزمة التي تضرب البلاد وتفتك بأبنائها. قرابة 58 مليون دولار تنفق شهريا على وقود الكهرباء في عدن، رغم أنها لا تعمل سوى لفترات محدودة لا تتجاوز 8 ساعات في اليوم على أحسن تقدير، وهو ما يعادل 65% من الإنفاق الحكومي على كهرباء بقية المناطق المحررة، حيث بلغ حجم إنفاق حكومة معين في قيمة الوقود والطاقة المشترى لمحطات الكهرباء بما يقدر بين 100 و150 مليون دولار شهريا، فيما بلغت الموازنة المخصصة للكهرباء في عام 2022 دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية 570 مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في العام قبل الماضي. في تقرير سابق لها، كشفت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق عن اختلالات بمليارات الريالات، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب الذي وصف ملف كهرباء العاصمة المؤقتة عدن بثقب أسود يبتلع المال العام لصالح شبكات مصالح وشركات الطاقة المشترات ومستوردي الوقود، مبالغ مالية مهولة ترهق ميزانية الدولة فيما لا تعود على المواطنين بالنفع، خصوصا في أيام الصيف الحارة. نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة لمطالبة السلطات المحلية والجهات الرسمية بإعادة الكهرباء الحكومية، غير أن مختصين اقتصاديين يقولون إن الحديث عن عودة الكهرباء الحكومية شبه المجانية نوع من الأحلام، مؤكدين على ضرورة البحث عن نموذج مختلف لتشغيل الكهرباء بطريقة تضمن وجود سعر عادل وخدمة جيدة. ليست عدن وحدها، بل تعز وكثير من المحافظات المحررة تعاني المرارة ذاتها. أما مناطق سيطرة الميليشيا فلها قصة أخرى، كلها تلتقي في سوء الإدارة وشبكات المصالح والشركات والفاسدين. فما الذي سيقدمه رئيس الوزراء الجديد؟ وهل بيده حلحلة ملف الفساد؟ ذلك سؤال مرهون بالأيام القادمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي الذين سيكونوا معنا خلال هذه الحلقة. سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ وفيق صالح الصحفي الاقتصادي، وسينضم معه آخرون خلال هذا المساء. مساء الخير أستاذ وفيق. مساء النور والعافية، أهلا بك أستاذة آسيا وبكافة المشاهدين. أهلا بك. إذن إيجاد النور في أحلك الظروف في اليمن، تعنون هكذا مواقع تقاريرها في مؤشر يظهر سوء أحوال المواطنين والذين تخبطت بهم المعاناة يوما بعد آخر وانعدمت الكهرباء في أغلب الوقت. ما تعليقك على ذلك؟ بالفعل معاناة اليمنيين مع قطاع الكهرباء معاناة قديمة جديدة، منذ عقود لم يحظى اليمني بخدمة كهرباء ذات خدمة عالية يمكن أن تعمل على مساعدة
في أعماله اليومية نعم. وفي الإنتاج اليومي للأعمال الأخرى. نحن الآن أو منذ بعد الحرب تفاقمت الأزمة في قطاع الكهرباء بشكل كبير، على الرغم من الاستنزاف الكبير للخزينة العامة للدولة والإنفاق على هذا القطاع. هناك مليارات المليارات تصرف بشكل سنوي على قطاع الكهرباء دون أن يحظى المواطن على خدمة كهرباء طوال اليوم. هناك نعم. ساعات متقطعة في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات، ورغم ذلك مليارات المليارات تذهب هدرا، وهي بمثابة فساد منظم كيف وعشوائي تذهب هذه لا مثيل المليارات؟ لها ولا سابق لها في عمل الحكومة. نعم، أين تذهب هذه المليارات؟ هل طبعا وضحت لنا؟ المولدات، نعم. نعم، هناك سوء إدارة في ملف قطاع الكهرباء. المحطات والمولدات التي تعمل في العاصمة المؤقتة عدن هي محطات قديمة ومتهالكة، ويتم تشغيلها بالوقود الديزل عالي التكلفة والمازوت أيضا. وبالتالي عندما يتم استخدام هذه الآلية في إيجاد خدمة الكهرباء وتوصيل خدمة التيار الكهربائي للمواطنين، تستنزف موارد هائلة، أكثر من 60 مليون دولار شهريا هذا تكلفة الوقود والمازوت على المحطات المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن. وكان يمكن للحكومة أن تعمل على إيجاد بدائل أخرى، تعمل على بدائل أخرى دون أن تكون بحاجة إلى إنفاق هذا المليارات من الدولارات سنويا على قطاع الكهرباء. في عام 2022 تم التعاقد مع باخرة عائمة لتوليد 100 ميجاوات، وبالتالي للمازوت وبتكلفة منخفضة. لم يتم تفعيل هذه الاتفاقية، وبالتالي تكبدت الحكومة خسائر فادحة نتيجة عدم التزامها بتنفيذ هذه الاتفاقية، ولجأت إلى شراء وقود عالي التكلفة وخلال ال3 سنوات الأخيرة. وبالتالي كانت خسائر الحكومة وخسائر الخزينة العامة للدولة تصل إلى 840 مليار ريال نتيجة عدم التزام الحكومة بهذه الاتفاقية ولجوءها إلى شراء وقود عالي التكلفة وتشغيل طيب، المحطات يعني الوقود هذه المتهالكة النقطة. والتي تستنزف موارد الدولة دون طائل. نعم أستاذ وفيق، يعني لو تحدثنا عن تقرير اللجنة البرلمانية وتقصي الحقائق حول ملف الكهرباء ومشكلة إدارة الموارد في صرف كل هذه المبالغ بهذه الصورة، ما الذي لديك بهذا الخصوص؟ بالفعل المعلومات التي أنا تكلمت فيها الآن هي جاءت في محضر التقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق الذي أصدرته خلال نهاية العام الماضي. وبالتالي هناك الكثير من المخالفات في مجال قطاع الكهرباء بأرقام، وتكلم التقرير بأرقام كثيرة عن فساد ومخالفات تشمل شراء وقود رديء وغير مطابق للمواصفات والمقاييس، والاعتماد عليه في تشغيل محطة الحصوى على سبيل المثال في العاصمة المؤقتة عدن، وهذا أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وأدى إلى استنزاف موارد الدولة دون أن يكون هناك تشغيل مستدام للطاقة الكهربائية، ناهيك عما يحصل أيضا من عدم تسديد فواتير الكهرباء والتي بلغت مديونية المؤسسة العامة للكهرباء خلال الفترة الأخيرة ب 260 مليار ريال للمؤسسات الحكومية والكبار المشتركين وصغار المشتركين أيضا. وبالتالي هذه أرقام فلكية تتسرب نعم. من الخزينة العامة للدولة، تتسرب من المال العام دون أن يكون هناك جهات تعمل على تحصيل هذه الموارد، أو على الأقل تتساءل أين تذهب هذه الأموال ولماذا يتم الصمت الحكومي على مثل هذه الأفعال التي نحن في أمس الحاجة إلى هذه الموارد. هناك أكثر من مليار و200 مليون دولار سنويا يتم إنفاقها لشراء الوقود لمحطات الكهرباء التي لا تعمل على توليد 8 ساعات فقط في اليوم الواحد في عدن وبقية المحافظات الجنوبية. وبالتالي هذا فساد مهول، هذا ثقب أسود يستنزف المال العام، يستنزف موارد الدولة. هذه جرائم اقتصادية بحق البلد وجرائم مالية يستحق القائمين على هذه الإجراءات والخطوات إحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات
العقابية بحقهم، لأنهم يبددون المال العام ويهدرون المال العام بوجه غير قانوني. نعم. في حين أنه كان هناك بدائل كبيرة تعمل على تشغيل التيار. نعم أستاذ وفيق اسمح لي فقط، مثل التشغيل. نعم نعم فقط اسمح لنا ناخذ معنا مدير عام كهرباء أبيان الأستاذ محمود موكيش عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمود. مساء النور. نعم، إذا بحسب تقارير محلية فإنه على الرغم من تخصيص الحكومة حوالي 3 مليون دولار يوميا لشراء إمدادات الوقود لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة في جميع أنحاء المناطق الجنوبية، إلا أن انقطاع الكهرباء لا زال يعني مستمر ويثير احتجاجات سكان المنطقة. أين الخلل والحكومة تعزي المسألة إلى انعدام الموارد؟ ما الذي لديكم أستاذ محمود؟ المشكلة هي تمام الموضوع، يعني أستاذ محمود العفو منك لا أسمعك بشكل جيد، الصوت يتقطع ويصلني بشكل رديء، سنحاول التواصل بك مجددا حتى نتمكن من سماعك بشكل أفضل. نعم أستاذ وفيق، أستاذ وفيق يعني أنت تحدثت حول يعني ملفات الفساد التي يعني تم ذكرها في تقرير اللجنة البرلمانية وكيف يتم اللعب بهذه الأموال. إذن بحسب التقارير الأخيرة أيضا لو تحدثنا فإن اتصال شبكة الكهرباء العامة في البلاد أصبح 10% فقط، وبقية السكان محرومون من إمكانية الوصول إلى الكهرباء بصورة موثوقة. ما تعليق؟ في الحقيقة بالفعل غالبية السكان الآن في محافظات الجمهورية اليمنية يعتمدون على محطات الطاقة الشمسية في سطح منازلهم، وبالتالي هم مستغنون بشكل كلي عن التيار الكهربائي العمومي وأصبحون يلجؤون إلى الحلول الفردية بعد أن يئسوا من حصولهم على خدمة التيار الكهربائي، وبعد أن انهارت الدولة وأصبح اللصوص والفاسدون هم المتحكمون بخيوط اللعبة في البلاد. على سبيل المثال محافظة تعز منذ 9 أعوام هي محرومة من التيار الكهربائي العمومي، الآن يتم شراء الطاقة من المولدات الكهربائية التجارية، ووصل قيمة الكيلو الواحد إلى أكثر من 1000 ريال، وهذا رقم كبير جدا ويشكل عبء على المواطنين، في حين أن التيار الكهربائي في العاصمة المؤقتة عدن يتم بيعه للمواطن بأقل من 10 ريال، وبالتالي هناك اختلال وفجوة كبيرة في توزيع الثروة الوطنية وفي أيضا توزيع العدالة بين السكان. إما أن يكون هناك عدالة في توزيع لكافة المحافظات، وإما أن يتم اتخاذ حلول أخرى تضمن عدم تبديد موارد الدولة وتسخيرها في الاتجاه الصحيح والإنفاق لما هو أهم من هذا الجانب، وأيضا أو العمل على إيجاد حلول أخرى لكافة المحافظات والبحث بكافة الطرق والوسائل. هناك الكثير لدى الحكومة يمكن أن تعمله بدل العشوائية وعملية الفساد الحاصلة في الوقت الراهن. خلال السنوات الماضية لم تكن الأزمة أزمة موارد مالية فحسب، كان هناك سوء إدارة كبير وواضح جدا، الأزمة أزمة ضمير، أزمة نزاهة وغياب للشفافية لدى المسؤولين الحكوميين ولدى الجميع، الكل كان يبحث عن نصيبه من الكعكة، تجار الوقود، تجار الطاقة المشتراة، المسؤولين، وبالتالي كان هناك تخادم واضح بين هذه الجهات من أجل بيع الوقود للمواطنين بسعر مرتفع، وبالتالي الخزينة العامة للدولة هي من تخسر. نعم. إذن أما المسؤولين والتجار كانوا هم مستفيدين في كل الأحوال. نعم نعم، عاد إلينا بعد إذنك أستاذ وفيق، عاد إلينا الأستاذ محمود. مساء الخير مرة أخرى أستاذ محمود. مساء
مساء النور، مساء النور. نعم، إذا نعم أسمعك الآن بشكل جيد. إذا أستاذ محمود، يعني الانقطاع ما زال مستمر رغم حد يعني تخصيص الحكومة مبالغ كبيرة لتشغيل وشراء إمدادات الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في جميع أنحاء المناطق المحررة أو المناطق الجنوبية كما يفترض، ولكن السكان ما زالوا محتجون على استمرار هذا الانقطاع، فأين الخلل برأيك؟ الوقود لا زال غير كافي في تغطيه المحطات التوليد العامله عندنا. مثلا في ابين لدينا مثلا 32 ميجا، الديزل المتوفر لا يفيد بحاجه حتى 16 ميجا، وبالتالي هذا يؤدي الى انه في انطفاءات تتم. يعني مثلا نشغل نحن بنظام 15 ساعه اطفال مقابل ساعه 9 ساعات ثلاثي، والسبب انه كميات الوقود غير كافيه. نعم، ال 32 ميجا كافيه ل يعني لا 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 تغطي 50%، تغطي 40% من احتياجنا في فصل الصيف. يعني اصلا 32% الميجا قليله اصلا، وهي لا تشغل كامله. 32 ميجا لا تغطي غير 40% من الاحتياج. نعم. اذا يعني هل هناك يعني هناك من يرى بأن الفساد في ملف الكهرباء كبير، خاصة في مسألة شراء الوقود، في مسألة وجود الطاقة البديلة، كل هذه المسائل، ما مدى إسهام هذا الأمر في تفاقم أزمة الكهرباء برأيك؟ أزمة الكهرباء طبعا لا يختلف عليها أثنان. المشكلة الأساسية أنه ما فيش كهرباء في البلد. نعم. البلد معتمدة على توليد طاقة المشرعة وعلى محطات قديمه اللي اسست من الثمانينات لا زالت بعضها عامله معتمدين عليها، ولكن يعني وجود محطات بالغاز ببدائل اخرى هذا غير متوفره. الطاقات المتوفره، الطاقه المتوفره لدينا هي يعني متعلقه بوقود الديزل. وقود الديزل طبعا مكلف وشكل عبء على الحكومه، مما ادى الى هذا الاختناقات القائمه. وانا طبعا احنا لاحظنا في الامن الاخيره مع تشكيل الوزاره الجديده برئاسه احمد عوض المبارك انه اخذ الملف هذا، ملف الكهرباء، كاولويه. ان شاء الله ربنا يوفقه وان يتعاون مع الاخوان في قياده المجلس الرئاسي وان ياخذوا موضوع الكهرباء بعين الاعتبار، يعني يحلوا حل موضوع الكهرباء اولا بتوفير الوقود. طبعا احنا بدنا يعني مقتنعين بمحطات التوليد القائمه معنا واللي ممكن تغطي الى 50% في حال توفر التوليد، توفر الديزل او الوقود بالكميات الكافيه. نعم. لكن عندما يكون التوليد معك منخفض وزيده يكون ما فيش هناك ديزل متوفر، هذا سبب لنا ازمات واختناقات في شهر يناير، تقريبا شهر واكثر من شهر ونحن بدون وقود وكنا في اطفال كامل. نعم. ازمه الكهرباء بصراحه ازمه عويصه، وهي طبعا تكلف الدوله اعباء كبيره، خاصه الوقود فعلا يعني اعباء كبيره على الدوله، ولكن نحن برضه المواطن يحتاج ما يراعي هذا الامر. يقول لك نحن نحتاج الى كهرباء ولو بالحدود الدنيا، الناس يعني قدرنا مقتنعين بال 50% بال 40% من الاحتياج ونشغل بها الناس يقتنعوا، لكن ان تصل المسائل والان خاصه معنا غدوم شهر رمضان ويدخل بعد الصيف ان شاء الله انه نعم نتمنى ان تحل طبعا. طيب إذا فقدنا الاتصال مجددا بالأستاذ محمود، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة. ما تعليقك على حديث الأستاذ محمود فيما يتعلق بأن الوقود غير كافي لتشغيل ال 32 ميجا التي تعد 40% فقط من احتياجات أبين، وقس عليها بقية المحافظات؟
بالفعل الوقود غير كافي، لكن من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول عن عدم توفير الوقود الكافي والوقود المناسب لمحطات التوليد؟ هناك عشوائية في إدارة هذا الملف. الحكومة في كل مرة لا تتحرك إلا عند انتهاء مخزون الوقود الذي تعمل عليه مولدات الكهرباء في عدن، لا تتحرك قبل هذه الفترة حتى يمكن أن تراكم مخزون استراتيجي يمنع حدوث الأزمات. خلال السنوات على امتداد السنوات الماضية لاحظنا ذلك وبشكل متكرر، المؤسسة العامة للكهرباء في عدن تناشد باستمرار أن مخزونها من الوقود على وشك النفاد جراء عدم توفير الكميات اللازمة من قبل الحكومة. لماذا الحكومة تنتظر حتى يمكن مناشدتها؟ لماذا لا يكون هناك مبادرات حكومية تعمل على توفير مخزون استراتيجي كافي يمنع حدوث اختناقات وأزمات ويعمل على توفير الخدمات العامة والأساسية للمواطن بشكل مستدام؟ دائما الحكومة ما تترك تدير الأمور بعشوائية، هي أوصلت الأوضاع إلى هذا المستوى الخطير من الترهل ومن غياب الإدارة ومن الفساد في كافة الأجهزة والمرافق الحكومية، لكن قطاع الكهرباء كان هو الأكثر معاناة، كان هو الأكثر فسادا نتيجة عدم وجود الرؤية، عدم وجود الضمير حي لدى المسؤولين والقائمين على هذا الملف. هناك الخيارات العديدة التي يمكن تعمل تقليل تكلفة الإنفاق الحكومي على هذا الملف، لكن عملية المصالح بين الشبكات النفوذ وبين الفاسدين هي من أحرمت الشعب اليمني من حصوله على خدمة كهرباء كما بقية شعوب العالم، وأيضا لم تسلم الموارد العامة للدولة من العبث الذي طالها طوال السنوات الماضية تحت مبرر شراء الوقود وصيانات المولدات الكهربائية. نعم. إذن أستاذ وفيق، يعني مركز موارد مكافحة الفساد وهو مؤسسة أكاديمية وبحثية مقرها النرويج أكد أن تفاقم أزمة الكهرباء وخاصة في عدن ومناطق سيطرة الحكومة يعزى إلى الفساد والإدارة غير الفعالة. ما الحل إذن إذا ما كانت الحكومة هي من تمارس أفعال الفساد؟ في الحقيقة أي حلول لقطاع الكهرباء في اليمن لابد أن تكون حلول شاملة، ليست الاختلالات في وجه معين ولكن في كافة القطاعات. أول بداية المولدات والمحطات الكهربائية العاملة في الجمهورية اليمنية لقطاع الكهرباء هي مولدات قديمة متهالكة لم يعد تستخدمها بقية شعوب العالم ولا تستخدمها الحكومات في الدول الأخرى. لا بد أن هناك محطات أقل تكلفة تعمل على توريد خدمة التيار الكهربائي بشكل جيد دون أن يتم تستنزف كثير من الوقود كما هو حاصل الآن في عدن وبقية المحافظات التي تمولها الحكومة بالوقود بشكل شهري. ليس لدينا هناك محطة جيدة في التيار الكهربائي سوى المحطة الغازية في محافظة مارب والتي دخلت الخدمة في 2009 وأيضا لم يتم تشغيلها بشكل كلي. ما تزال هناك الكثير من الخطوات التي يتم إنجازها واستكمالها في هذا الجانب حتى يمكن أن تعمل على توليد أو تشغل بكافة طاقتها المقدرة ب 340 ميجاوات، وهذا يمكن أن تعمل على توفير مبالغ كبيرة للدولة بدل الاعتماد على وقود عالي التكلفة وتوليد المحطات الأخرى التي تعمل منذ عشرات السنين. أضف إلى ذلك أن هناك الكثير من الخيارات والتعاقد مع طاقة مشترى تعمل بالمازوت ولكن بتكلفة منخفضة أو بالطاقة الشمسية أو بالرياح أو كثير من الخيارات، الحكومة عليها أن تدرس النماذج التي تطبقها بقية الحكومات حتى الحكومات الفقيرة في الدول الأخرى وتعمل كيف نجحت هذه الحكومات في هذا الملف بدلا من أن يتم التغاضي عن معاناة الشعب اليمني في هذا الجانب ويتم استنزاف موارد الدولة الشحيحة. نعم. إذا اسمح لنا أستاذ وفيق أن ينضم معنا الأستاذ نائف الوافي الإعلامي والناشط الحقوقي عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نائف.
مساء النور، مساء الفل، مساء الظلام، مساء الغدرة في تأكيد. لا، لنقل مساء النور إن شاء الله ببركة حملتكم. وهناك يعني تعز طافي وكثير من الحملات التي تقومون بها أستاذ نائف. بداية، قبل أن تصف لنا الوضع في البلاد، حدثنا عن الحملة. أنا لا أريد الآن الحديث عن الحملة، ولكن أريد الحديث، سمعت الباشمهندس مدير مؤسسة الكهرباء يتحدث، سمعت جزء من كلامه، أهنيه أنه أرضى السلطة المحلية ولم يرضيني نحن. كلامه أرضى السلطة المحلية، والآن السلطة المحلية مبتسمة بشكل كبير، درزنا الوكلاء والمحافظة يبتسمون ويخرجون أسنانهم البيضاء ابتسامة كبيرة لما قدمه الآن من حديث مدير مؤسسة الكهرباء. كون هذه المدينة تعيش ضمن المغالطات منذ 9 سنوات، تعيش بين الظلام، ليأتي مواطن ومواطنين فضوليين عانوا كثيرا منذ 9 سنوات ليتدخلوا في أمر ليسوا متخصصين فيه، ولكن الحاجة والمعاناة ولدت فيهم الفضول، ولدت فيهم قليلا من الضوء ليذهبوا باتجاه محطة عصيترة التي ذهب إليها المسؤولين، التي ذهب إليها المسؤولين محاسب ووكلاء منذ 2019 و20 من أجل عملية التخدير، من أجل الصورة والخبر الذي ينشر بطريقته الرسمية الخشبية. تخدير الناس بعد كل حملة. لذلك نحن حاليا تدخلنا في أمر لا يعنينا وأنجزنا ما لم يقل. ما الذي تم إنجازه نايف؟ ما الذي تم إنجازه؟ ما الذي تم إنجازه؟ سأتحدث بلسان المختصين الذي أعيش معهم ليلا ونهارا، أعيش المرة والحلوة معهم. ما تم إنجازه، محطة كهرباء عصيفرة، محطة تابعة للدولة، جزء منها من أيام الرئيس الحمدي، وجزء منها من أيام الرئيس علي عبد الله صالح. كانوا يخفون علينا تواجد محطة في عهد علي عبد الله صالح، لكن محطة جديدة يعني فيها وحدتين، الوحدة الأولى يعني الوحدة اللي يسموها الخامسة والسادسة كانت تعرضت لحريق في جانبها الكهربائي في 2014 قبل الحرب، وتم الآن صيانته بجهود أبطال ضوء مهندسين يمنيين بدلا من الاستعانة بجهود مهندسين خارجيين. كانوا يبيعون البطاط ويبيعون الشبز والشاي في الشوارع، كون السلطة المحلية تخلت عنهم والدولة تخلت عنهم والمؤسسة الكهرباء وكل الجهات المعنية بالكهرباء تخلت عنهم. هؤلاء أبطال الكهرباء المهندسين أنجزوا هذه الوحدة وتم صيانتها، والوحدة الأخرى تم كذلك صيانتها بمقدار 11 ميجا 5.5 5.5. كذلك بالنسبه لي محطة الحمدي، هناك مولدين اتوا يعني بوقت متاخر، دويتش الماني، ولما نقول يعني بضاعه الماني معناته بضاعه تطلب الله، بضاعه تستمر لسنوات. فلذلك الان واحد من المولدات هذا في محطة الحمدي جاهز للتشغيل من اجل التجارب، من اجل اجراء التجارب. التجارب ماذا؟ تجارب يعني اختبار الكابلات الارضيه التي يعمل عليها فريق الشبكة الخارجية، تجهيزه في أحياء المدينة التي تعتبر بعض الأحياء شبه جاهزة لاستقبال الكهرباء. لكن طلبت من السلطة المحلية سيارة فحص الكابلات، وتواصلنا مع مدير المؤسسة، وكان رد مدير المؤسسة أن السلطة المحلية أخرت صرف مبلغ 10 مليون مستحقات فريق الشبكة الخارجية الذي يعمل على الطاوة، يعمل على البلاطة، يعمل ربما بأقل الفلوس، بأقل المبالغ التي لا تسلم حتى لمن يجلس ينظر لشيء تافه ويحاسب له 5000. فالمهندسين هؤلاء يستلموا أقل التكاليف من أجل مدينتهم، من أجل أسرهم. هذه سيارة الكابلات متواجدة في عدن، وكان الأصل أن السلطة المحلية تقوم بتوجيه يعني بصرف المبلغ بصرف مستحقات الفريق الخارجي، فريق الشبكه الخارجيه، ومن هذا المبلغ بحسب مدير المؤسسه انه سيتم انزال سياره الكابلات، لكن السلطه المحليه لم تقف سند لمدير المؤسسه هذا الذي يمدحها كثيرا. السلطه المحليه لم تقف معينا لنا منذ 9 سنوات، فكيف لمن اخفى الضوء عنا 9 سنوات
سيقبل بعودة الضوء في هذه اللحظة الحاسمة التي تحاكمهم ميدانيا عودة الكهرباء محاكمة للسلطة المحلية التي خدرت المواطنين منذ سنوات في أخبار رسمية خشبية نشرتها عبر مواقعها. فلذلك السلطة المحلية الآن وكذلك سببها التغييرات التي تدور في رأس الدولة الآن. كل السلطة المحلية خائفة على الكراسي، مش خائفة على نائف وأهله وناسه ولا أصدقائه ولا أبناء مدينته ولا محافظته. هذا ليس خوفا على مدير المؤسسة ولا على أهله ولا على أهلنا ولا على أي بشر داخل المحافظة. نعم، اسمح لي ابقى معنا أستاذ نائف، سأعود إليك. برأيك أستاذ وفيق، ما تقوم به الحملات الشعبية وهذا المجهود الذي قام به المواطنون لأنهم شعروا بأن لا أحد يمكن أن يتدخل ليضيء لهم لياليهم المظلمة فتدخلوا بأنفسهم، كيف تقيم مثل هذه الحملات؟ هذا مجهود جبار يقوم به المواطنون والحملات الشعبية من أجل الضغط على المسؤولين والضغط على الحكومة من أجل تشغيل خدمة التيار الكهربائي ومساواة أبناء محافظة تعز ومدينة تعز ببقية المحافظات المحررة. أما أن يتم توليد الطاقة الكهربائية من التجار ومن النافذين في المدينة وبسعر الكيلو أكثر من 1000 ريال في حين المحافظات الأخرى تحصل على التيار عمومي، فهذا هناك اختلال واضح وهناك محاباة بشكل كبير جدا. موارد الدولة الشحيحة تسخر إلى جزء في حين يتم حرمان بقية أبناء الشعب اليمني، وبالتالي الحكومة يجب أن تعالج، هي ما يجب أن تتحرك لمعالجة هذه المشكلة وتعمل على تشغيل التيار الكهربائي في كافة المحافظات التي تسيطر عليها. هناك خلال السنوات الماضية لماذا لا تقوم الحكومة بمعالجة الدمار والأضرار التي طالت خطوط النقل والشبكات الخارجية وخطوط النقل الداخلية في المحافظات المحررة؟ كان مدينة تعز تم تأجير خطوط النقل والمولدات للتجار، وبالتالي السلطة المحلية تتقاسم هذه الإيرادات مع التجار في حين من يعاني هو المواطن ويدفع الثمن، وبالتالي المسؤولين هم عاجبهم بقاء الوضع على بهذا الشكل لأنهم هم مستفيدين، أما المواطن هو من دائما يتحمل الأعباء ويتحمل التكاليف دون أن يحصل على خدمة تيار الكهرباء بالشكل الكافي وبالشكل الذي يمكن أن تساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية. نحن في المحافظات المحررة أو في محافظة تعز على وجه الخصوص يجب أن نرفع أصواتنا عاليا للحكومة لمعالجة هذا الملف بشكل فعال، لأن السيل بلغ الزباء، الفساد انتشر بشكل مخيف في قطاع الكهرباء، هناك فوارق بمئات المليارات من الريالات سنويا ومخالفات نتيجة الترهل والعشوائية وسوء الإدارة وغياب الاهتمام وغياب الرقابة وغياب الشفافية وعدم فحص كافة عقود ومناقصات البيع والشراء في هذا الملف من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أو كذلك عدم تفعيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. الحكومة ظلت طوال السنوات الماضية تعمل خارج نطاق اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. كيف سيمكن أن تكون هذه العقود سليمة إذا كانت الجهات الإشرافية والرقابية معطلة عن هذا الجانب؟ للأسف الشديد الحكومة في بلادنا تعمل بشكل عشوائي، وأيضا صمت المواطنين هو من أغراهم على استمرار في ملف الفساد الغارقين فيه حتى أخمس قدميهم. الآن أنا أشيد بشكل كبير جدا بهذا الحراك الشعبي لأنه الآن صوت بديل وصوت رقابي للأجهزة الرقابية للدولة المعطلة، سواء السلطة التشريعية أو السلطة الرقابية وكذلك الأجهزة التي تعمل خارج هذا الملف، وبالتالي
وبالتالي المواطن الآن يتحرك للحصول على حقه، وليقول للفاسدين كفى عملية تبديل للموارد، كفى عملية نهب للخزينة العامة للدولة. لابد أن تكون هناك لابد أن تقوم الحكومة بمهامها ومسؤوليتها بشكل قانوني وبشكل وطني، وتعمل على تفعيل وتقديم كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، أو فتتنحى جانبا ويتحسس الشعب سبيله. نعم، إذا بالعودة إليك أستاذ نايف، يعني معاناة المحافظة كبيرة، ولو تحدثنا فقط عن معاناة واحدة وهي معاناة المراكز والمستشفيات الصحية والتي تعتمد على الكهرباء، مراكز غسيل الكلى، والكثير من غرف العمليات، حضانات الأطفال، ما البدائل التي يوفرونها لإنقاذ هذه الأرواح في المستشفيات؟ أعتقد أنك قلت البدائل التي يعني يتم توفيرها. أنا أشوف أن البدائل مش بالمعدات ولا بالمحطات، البدائل هي بالأفراد المسؤولين. إذا كان المسؤول طافي فعل الدنيا السلام، إذا كان من ذهب باتجاه الكرسي ليخدم الجميع طافي فعل الدنيا السلام. على الحياة وعلى الاستقرار وعلى الجانب المجتمعي والاستقرار المجتمعي السلام. فلذلك البدائل التي لو أرادت الحكومة بأن تخدم هذه المحافظة أن تستبدلنا بمن هو خير أفضل من كم من طافي موجود على رأس السلطة المحلية، ناشدناهم بلطافة برحابة صدر، خاطبناهم بتكاتفنا جميعا، لكنهم تكاتفوا من أجل أن تستمر أيام الظلام وأيام الغدرة وسنين الغدرة. بالنسبة للسلطة المحلية هي أمام خيار، يا إما كهرباء يا إما لا 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 وجود لا 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 تبقون على تلك الكراسي التي تحكمنا، التي تزيد الهم والألم على أبناء هذه المحافظة والمدينة بالذات. دولة بلا خدمات دولة عريان. نحن في تعز لا وجود لخدمات الدولة. لا تصل الدولة إلى منازلنا، لا تصل الدولة إلى حنفية الماء، لا تصل الدولة إلى الجلوبات وإلى الغسالات وإلى الثلاجات. الدولة غير متواجدة، تتواجد في صفحة إعلام المحافظة، الدولة تتواجد في كرتشات المكرتتين الوكلاء. أما بين المواطنين، أغلب خدمات الدولة الضرورية في عام 2024، ألا يستحي الشعب اليمني كله كان مسؤول غيره أن نحن نطالب بكهرباء؟ يعني صديقي في عدن يتفاجأ أنني أتكلم عن موضوع كهرباء أني غايبة لمدة سنوات، ألا صديقي في حضرموت يتفاجأ أننا أتكلم عن كهرباء دولة من مش متواجد في داخل تعز من 9 سنوات؟ أين السكن المحلية؟ وجوه تخرج تتكلم، كمان عادهم يتكلموا ويكتبوا أخبار، من أين لهم الوجوه هذه اللي تتكلم أمام الناس؟ لا ماء، لا كهرباء، لا الطرقات أصابها الجدري الحاد، مش الجدري الخفيف، الجدري الحاد أصاب كل مؤسسات الدولة، مصابة بمرض السلطة المخنوقة بالكرافتات الخادعة للناس. فلذلك إذا كانت الدولة تريد لهذه المدينة ولهذه المحافظة أن تعود إلى الواجهة، فلتبعد منهم في واجهتها، منهم في واجهة السلطة فليذهبوا بعيدا عن هذا المكان، لأن مدينة تعز كذلك عتدي على الأحزاب السياسية. المحافظة الوحيدة التي تتواجد فيها الأحزاب السياسية وتنشط، تأتي لنا بالطالح يعني الطالح منهم، أن أنتم في بين أعضائكم متواجدين شباب، متواجدين ناس أكاديميين مؤهلين قادرين أن يقدموا للجميع وليس للحزب وليس للتنظيم وليس لأي جهة سياسية. أنتم فيكم رأس مال اجتماعي، رأس مال بشري متواجد في صفوف الأحزاب السياسية قادرين أن يخدمون الجميع، لكنهم يأتون بمن أكل عليهم الدهر، بمن يبحثون عن ترتيب أنفسهم، ترتيب أمور أهلهم وناسهم. أما بالنسبة للناس والمواطنين يعيشون على البركة في هذه المدينة، لا يعيشون ببركة مسؤولية المحافظ ولا ببركة مسؤولية الوكلاء. ماذا يعني المدينة المحافظة هذه بحاجة لناس، بحاجة لمسؤولين،
الى الرئيس رشاد العليمي ورئيس الحكومه، لو سمحتم اختاروا لنا ناس يصلين على النبي، اختاروا لنا ناس يحبوكم. يعني هل تعملون قليلا استاذ نايف بتغيير رئيس الوزراء؟ ربما يتم تحريك الملف، وانت تحدثت ربما اخيرا على صفحتك في الفيسبوك بان لا تيأسوا ومارسوا ضغوطاتكم حتى يتم يعني اصلاح الوضع. هل هناك يعني من تجاوب معكم؟ بالنسبه للتجاوب، نحن طبعا حتى بالسلطه المحليه بالكامل يعني وجدنا جزء بسيط يلقي معنا، يلقي مع المجتمع، يبدا بالشغل والعمل يعني يتجاوب مع المجتمع. اغلب السلطه المحليه طافيه، لكن بالنسبه لرأس للحكومه بالذات بن مبارك، انا بالنسبه لي عاد احنا الان ما نمشيناش يعني يعني على ارض الواقع من تحركته، لكن تحركاته واشوف انه جاء بشكل مختلف، ربما يعني في امل في كذا جزء من الثقه والشعور انه ربما يحرك الملفات. تجاوبهم على موضوع الكهرباء وسرعه توفير متطلبات كهرباء تعز خطوه جيده، لكن حتى الوثائق التي وجه عليها بتجهيز يعني بسرعه توفير متطلبات كهرباء تعز يتواجد داخلها لغم صنعته السلطه المحليه، اللي هو ابرام عقود جديده، ابرام عقود لاحد تجار الكهرباء التجاريه، عقد لتاجير شبكه الكهرباء العامه التي سيكون حتى الحديث بالحاضر وليس على الماضي. تخيلي في ظل هذا الحراك الشعبي، في ظل مطالبه الكهرباء، السلطه المحليه تخبز خبز يعني لا يمكن ان ياكله مواطن، تخبز خبز يناسب التجار، يناسب تجار الكهرباء، اما ما يناسبنا نحن لا يوجد. لذلك وجه سؤال لمدير مؤسسه الكهرباء، اتحداك من على شاشه بلقيس ان تضع امام الناس وامام الاعلام كم عدد المستخدمين للكهرباء التجاريه لكي نعرف نسبه الدوله، كم حق الدوله، كم ايجار الشبكه. اتحداك انت ومحافظ المحافظه وكل وكلاء المحافظه. نعم، فقط للتوضيح يا استاذ نائف، من كان معنا هو ليس مدير عام كهرباء تعز ومدير عام كهرباء أبين. والله صوته يشبهه، لكن حتى واذا لم يكن لديه فيديو قبل يومين يتحدث فيه، نشير على صفحه اعلام المحافظه. نعم. على صفحه اعلام المحافظه ونشير الخبير يقطر عسلا للسلطه المحليه، لا يقطر عسلا باتجاه المواطنين بالخارج، يقطر عسلا بان السلطه. نعم. المحليه والسلطه المحليه السلطه. اتمنى ان يصل صوتكم. السلطه لحظه لو سمحتي. تفضل. السلطه المحليه صافيه ولم يلقيها الا المجتمع، لذلك على المجتمع ان يلقي، ان يتكاتف من اجل ان تلقي السلطه المحليه. كذلك هناك فرصه ثانيه على السلطه المحليه ان تضع اوراق الماضي على جنب وان تعمل من اجل المواطنين، اما ان تعمل من اجل الانتخاب. نعم. حتى اعود لي إلا من كان عليه نقطه ضعف، الا من كان عليه نقطه ضعف من تجار الكهرباء التجاريه ما يدفع فواتير الكهرباء حقه، فهذا يعني يمشي له حصله، لانه مش قادر. نعم. مش قادر يتدخل يعني يعمل حل. نعم، إذا أعود إليك أستاذ وفيق في دقيقة إذا تكرمت، برأيك هل تحول الصراع المستمر في اليمن إلى معركة اقتصادية تتقاتل فصائل مختلفة على الموارد المحلية؟ في الحقيقة هدأت الحرب العسكرية، لكن الحرب الاقتصادية تتواصل وتزداد حدة في مختلف المحافظات، سواء من قبل الميليشيا الحوثية أو من بين أقطاب الحكومة وأقطاب الشرعية، وبالتالي المواطن هو من يدفع الثمن. الحكومة فشلت في تقديم الخدمات الأساسية والعامة للمواطنين كما كان ينبغي، فشلت في تقديم نموذج حقيقي للدولة في المحافظات المحررة، فشلت في تثبيت سعر الصرف وتحقيق المستوى جيد لأسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات، فشلت
فشلت في معالجات المشكلات الاجتماعية، مشكلات الفقر والبطالة وغياب فرص العمل، أخفقت في ملفات كثيرة كان ينبغي أن تعمل عليها وعلى حلها بشكل سريع، وبالتالي كان ما يحصل الآن هو نتيجة لهذا الإخفاق، نتيجة لسوء الإدارة، نتيجة لعدم الإرادة لدى الحكومة ولدى المجلس الرئاسي في حل مشكلات هذا البلد. لازم نقطة أتكلم عن موضوع الكهرباء، موضوع الكهرباء إذا كان هناك إرادة وجدية حقيقية ورغبة صادقة في معالجة الملف لابد أن يكون التحرك من أعلى رأس الهرم، من قبل رئيس مجلس القيادة ومن كافة الأعضاء ومن قبل الحكومة لحشد كافة الدعم وأيضا إيجاد البدائل المناسبة والبدائل الخلاقة لتقديم خدمة التيار الكهرباء لكافة المواطنين بسعر مناسب وبأسعار معقولة. شكرا. لا يجب أن نغرد خارج السرب ونعمل على نقل المشكلات إلى جوانب أخرى وقضايا هامشية، ولا يمكن أن تلامس لب المشكلة الحقيقية. من يجب أن يتحرك هو مجلس الرئاسة وليس مسؤول محلي أو وكيل محافظة. شكرا لك أستاذ وفيق صالح الصحفي الاقتصادي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية. شكرا جزيلا لك نايف الوافي الإعلامي والناشط المجتمعي، كنت معنا عبر الهاتف. وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.